الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام مشاهدي قناه المرقاب في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا ارحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقه، صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. حياك الله صاحب الفضيله. حياك الله وبياك، واهلا وسهلا بك والمشاهدين. حياكم الله. نسعد بتواصلكم مشاهدي الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسرنا ويشرفنا تواصلكم معنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تي في مرقاب الذي يظهر بين الفينة والأخرى. لمن لم يتمكن من التواصل معنا عبر الهاتف يرسل سؤاله عبر حساب القناة، وبإذن الله عز وجل في ثنايا الحلقة سنقوم بالإجابة على سؤاله. لعل نبدأ شيخنا بحلقتنا هذا بسؤال من مقاصد الصيام تقوى الله جل وعلا، فلعلك تحدثنا عن التقوى في الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله جل وعلا لما شرع لنا الصيام لم يشرع لنا الله سبحانه وتعالى هو التوقف عن الأكل والشرب فحسب، أي أنك تتوقف عن الأكل والشرب منذ أذان الفجر وحتى أذان المغرب لتجوع وتعطش فحسب، وإنما الله جل وعلا لما أوجب علينا الصيام وفرض علينا الصيام كان هناك في الصيام غايات أخرى، فالصيام هو وسيلة وليس غاية. الوسيلة من الصيام كما ذكر الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاللام هنا لعلكم هذه تعليلية، فلعلكم تتقون أي أن المراد بالصيام من أحكام الصيام وأهم أحكام الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه التقوى التي وردت في كتاب الله جل وعلا بألفاظ مختلفة وتصريفات مختلفة، وردت في كتاب الله جل وعلا ما يزيد على 250 لفظة في كتاب الله جل وعلا، يعني كلمة التقوى وردت في كتاب الله أكثر من 250 لفظة بأنواع تصريفاتها وألفاظها. بهذا الكم الهائل من ورود هذه اللفظة في كتاب الله جل وعلا يدل أن التقوى من أهم ما يكتسبه الإنسان شرعا، بحيث أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فإن هذه التقوى تحمله على المراقبة الذاتية، فإذا خلى بأي أمر من الأمور وبمعصية من معاصي الله جل وعلا يتذكر الله سبحانه وتعالى، يتذكر الوعيد الذي أنزله الله جل وعلا لمن عصاه، يتذكر النعيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه، فيبتعد عن معصية الله جل وعلا، يبتعد عن مخالفة الله سبحانه وتعالى، يقدم على طاعة الله جل وعلا. فالصائم تحمله التقوى على ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه من أجلي، ترك طعامه وشرابه من أجلي، أي من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذه التقوى التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز تعليلا للصيام هي غالبا تكون في اصطحاب كثير من الآيات التي تتحدث عن العبادات. فلو نظرنا إلى مثلا آيات الحج فإن في كثير من آيات الحج تجد فيها تختم بالتقوى، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن خير زاد يحمله الإنسان من الدنيا إلى الآخرة هي تقوى من الله جل وعلا، هي وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك عرف العلماء بالتقوى بتعريفات مختلفة ومتعددة، منها قولهم بأن التقوى هي خوف الجليل والعمل بالتنزيل، هي خوف الجليل والعمل بالتنزيل. فإذا خفنا الله سبحانه وتعالى عملنا بكتاب الله جل وعلا، عملنا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى إيماننا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان. وأما أولئك الذين يقولون التقوى ها هنا ويشير إلى صدره، ويحتج بحديث عند مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويفسرها بأنها هنا إذا كانت هذه التقوى التي ها هنا لا تظهر على جوارحك، لا تظهر على أعمالك، لا تظهر على سلوكياتك، لا تظهر على أخلاقك وعلى تعاملاتك مع الناس وتعاملاتك مع أهلك وتعاملاتك مع جيرانك وتعاملاتك حتى في بيعك وفي شرائك، فما هي الفائدة من
التقوى أن تكون مخزنة في القلب وليس لها قيمة وليس لها أثر أيضا على عملك وجوارحك وتعاملاتك. تقول التقوى هنا وأنت تأكل الربا، تقول التقوى هنا وأنت تشتم فلان، تقول التقوى هنا وأنت تسرق فلان، تقول التقوى هنا وأنت تظلم فلان، تقول التقوى هنا وأنت تبتعد عن الصلاة وعن صلاة الجماعة، وكذلك تقول التقوى هنا وأنت تظلم الناس وتأكل حقوق الناس. ما هي أثر هذه التقوى التي أنت تدعيها؟ هذه التقوى في حقيقتها إن كنت تدعي فالتقوى حقيقة تحملك على أن تبتعد عن كل مساخط الله جل وعلا، وأيضا تلزمك على أن تعمل بكل ما يريده الله جل وعلا منك، تبعدك عن معصية الله وتلزمك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لكعب: حدثني يا كعب عن التقوى. قال كعب: هل مشيت بأرض ذا شوك؟ فقال عمر رضي الله عنه: نعم. قال: ما كنت تفعل؟ قال: حذرت وشمرت. قال: حذرت وشمرت. قال كعب: فتلك هي التقوى، فتلك هي التقوى. فالتقوى الذي يسير في طريقه ويحذر عقاب الله جل وعلا، ويحذر أن يقع في مساخط الله جل وعلا، وأيضا يشمر إلى تقوى الله جل وعلا، يشمر إلى العمل الصالح، يشمر إلى مراض الله جل وعلا. التقوى أيها الحبيب تقلب ذلك الأسد الكاسر إلى حمل وديع، التقوى تقلب ذلك الإنسان العاصي المجرم إلى داعية، إلى عابد لله سبحانه وتعالى، إلى زاهد. التقوى تحمل ذلك الظالم إلى إنسان مؤمن، إنسان يؤدي الحقوق إلى أهلها. التقوى تحمل ذلك الخائن إلى أن يكون أمينا صالحا صادقا. التقوى تحمل ذلك الابن العاصي الذي لا يرى لأبويه حق ولا يرى لأبويه وزنا ويسيء إلى أبويه، تقلبه إلى أن يكون ابنا بارا يقبل رأس والديه ويقبل يد والديه ويقبل بل يقبل كف قدم والديه. هذه التقوى. التقوى أيضا تقلب ذلك البيت الذي تعيث فيه المشاكل وتعيث فيه الخلافات وهناك إشكاليات كبيرة لا تبقي ولا تذر في هذا البيت إلى بيت مطمئن، بيت تسده المحبة، بيت تسده الوئام، يسده الوئام، بيت فيه الود بين أفراده وبين الأزواج فيه، بيت مطمئن حقيقة. هذه حقيقة التقوى. أما أن تكون التقوى بلا قيمة ولا فائدة، أما أن نتوقف عن الأكل والشرب والنكاح ومفسدات الصيام من أذان الفجر إلى أذان المغرب دون أن يكون لها أثر على قلوبنا أو على تقوانا، فهذا كله غير صحيح. التقوى تغير الإنسان من سيء إلى حسن، تغير كل شيء فيه، في سلوكياته، في أخلاقه، في تعاملاته، في بيعه، في شرائه، في كل حياته تغيرها، تقلب اللون من أبيض من أسود مظلم إلى أبيض نير يرى فيها النور ويتقي الله جل وعلا ويسير على هذا النور إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا وصلى الله بعلمك. هذا يسلق من الحكم إذا جامع الرجل زوجته لكنه لم ينزل. إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان سواء كان سواء أنزل أو لم ينزل، إذا التقى الختانان فإن في هذا إفطار، يكون أفطر، ويكون أيضا عليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعيد هذا اليوم، وأيضا يصوم شهرين متتابعين. طبعا لا شك أن الأول عتق رقبة، وفي الغالب أنه في هذا الزمان لا يجد عتق رقبة، ولذلك كل أغلب العلماء حينما يسأل عن هذه المسألة مباشرة يأتي إلى الصوم. الأول عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين دون أن يفطر أبدا إلا لعذر، كما يكون العذر في رمضان، أو أن يكون هناك يوافق عيد كعيد الأضحى مثلا فإنه يفطر، لأنه لا يجوز أن يصوم يوم العيد ثم يواصل بعد العيد بيوم مباشرة. فإن لم يجد عتق رقبة ولم يتمكن من الصيام حقيقة، وليس تكاسلا تهاونا كما يفعل بعض الناس، يعني قبل اليوم هذا اليوم يراسلني واحد من خارج المملكة يقول بأنه وقع على زوجته، فقلت له صم شهرين متتابعين، فكان يحاول ويبحث قدر المستطاع إلى درس أنه قال كان يبرر لي بأن دين الله جل وعلا يسر وسماحة ونحو ذلك، فلماذا لا نكفر نحو ذلك. فلا يؤول إلى التكفير إلا إذا عجز عجزا تاما لا يستطيع أن يصوم، كما ثم يؤول إلى التكفير اللي هو إطعام 60 مسكينا كل يوم مسكين.
وهذا ورد في حديث صحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وماذا؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، فقال هل تجد اعتق رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال أطعم 60 مسكينا؟ فقال والله لا أجد. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم أتي بعرق فيه طعام، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فأطعمه على الفقراء. قال والله ما والله ليس بين لابتيها، أين بينها؟ أين أي بين حرتي المدينة أفقر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أطعمه أهلك، إذن أطعمه أهلك. فلم يكن هناك تخيير. بعض الناس يظن أن هناك تخيير، ليس هناك تخيير، وإنما هو على الترتيب: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إفطار 60 مسكينا. هذه هي كفارة من جامع زوجته وإن لم ينزل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وأسأل الله ينفع بعلمك. طيب شيخ، هذا يقول تعمد شم روائح العطورات هل يفطر أم لا؟ العطورات تختلف نوعين. النوع الأول ما يكون له جرم وهو العود أو ما يسمى بالبخور، فهذا ذكر العلماء بأن شمه قد يشم هذا الدخان المتصاعد، فإنه في هذه الحال يفطر. أما إذا كان شم العطورات المعروفة الفرنسية ونحوها فهي ليس لها جرم، ورائحتها ليست تدخل بالجوف ونحو ذلك، فأنا أقول العطورات هذه البخاخ العطورات هذه لا يضر. وأما البخور فلو شم رائحته لا بأس، ولكن لا يشم الدخان، فإن الدخان يفطر إذا دخل في جوفه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. طيب شيخ، قد يشكل الآن العود وما العود الآن للمجمر هل يفطر أو لا؟ أنت قلت الدخان له دخان، هل يفطر الآن أو لا؟ البخور العادي اللي إيه نعم إيه اي نعم، هذا هو انا هو ذكرته يعني، لانه استنشاق الدخان يعني بعض، لان الشيخ اسمعت جالك، لكن بعض الناس قد يقول انه ما يفطر، خاصه اذا انه لم يستنشقها وكان بس مجرد كرائحه فقط. نعم، لا هو يفطر اذا استنشق، اما اذا كان رائحه فقط، كان يشم رائحه العود من بعيد، فهذا لا يفطر، يعني حكمه حكم العطر الفرنسي هذا. ممتاز. نعم، يعني كان بس يشم الرائحه لكن لا يوجد اي جرم او اي لا ما يستنشق الدخان. ممتاز. يعني مثل الدخان الان، ممتاز. الدخان السجائر اللي تشرب هذه هي مثلها تفطر، ان استعملها تفطر، كذلك البخور هذا اذا استنشقه فانه يفطر، والله نعم. تعالى. لان الشيخ ينتشر وخاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي بعض الفتاوى التي لا تعرف اصلا لها ولا من هو الذي افتى بذلك، بعضهم يقول حتى وان شممت رائحه وان هذه الرائحه لها جرم كما هو في العرف، كما رائحه العود له جرم، العود يقول انها تفطر. نعم. بس فقط انك شممت الرائحه لان لها الاصل له جرم، هذا الشيء اللي شممته. نعم، المفترض على المسلم حقيقة أن لا يستفتي إلا من يثق به. ممتاز. إلا من يثق به، لأن أصبح هناك كثير من الفتاوى الآن من أناس لا تعلمهم، وبعضهم أيضا يبحث عن مخارج بطرق ملتوية وبطرق غريبة جدا، حتى سمعنا أشياء حقيقة يندى لها الجبين. أضف على هذا أنه ليس كل ملتحن تؤخذ منها الفتوى، وليس كل إمام مسجد كما ذكرت سابقا، ولا خطيب جامع تؤخذ منه الفتوى، لأنه لا نعلم تقوى الله سبحانه وتعالى في بعض الناس. أضف على هذا أني كما ذكرت لك أنا رأيت بنفسي يهود يلبسون الشماغ والثوب الأبيض، ولهم مواقع في لهم حسابات في تويتر، رأيتهم أنا بنفسي يفتون وهم يهود ليسوا بمسلمين، يفتون كأنه ويسمون أنفسهم بالمسلمين وعياذ بالله، ويأخذ الناس منهم ويسألونهم يعني. فأنا أستغرب هذا الشيء، فأنا أقول يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، أن يحتاط لدينه أكثر مما يحتاط لماله، لأن هذا دين سيجد الله سبحانه وتعالى عليه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. لكن شيخ، هل يبرأ الآن السائل بسؤال أي شخص؟ هل يبرأ الآن تبرأ ذمته بسؤال أي شخص أو لا؟ لأنه قد يقول كما قاعدة عندنا: أسجعل بينك وبين النار مطوع، ويسأل أي شخص مستقيم أو تظهر عليه علامات الخير والصلاح أو طويل العلم يسأله، هل تبرأ ذمته الآن من سأل أو لا؟ أنا أقول لا تبرأ الذمة، إذا سأل من لا يعلم عنه شيء فإنها لا تبرأ ذمته. ولذلك أحيانا يأتي يقابلني أشخاص فيسألني، فأستغرب أنه يسألني وهو لا يعرفني، لا يعرف هل أنا عندي علم ولا ما عندي علم. فكذلك الذي يسأل أي فلان، فنقول لم يحتط لدينه، فالواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يتقي الله جل وعلا، فلا يسأل إلا من يثق به ويعرف علميته، أو أقل الأحوال أنه يعرف أن فلان إذا كان يعرف فسيجيب، وإلا وإن كان لا يعرف فسيقول أنا لا أعرف. نعم. الله تعالى.
بارك الله فيك شيخ وسلم بعلمك. ذكر الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل معنا اللي تظهر بين الفينة والأخرى على الشاشة. أيضا نسعد بتواصلكم معنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تي في مرقاب لمن لم يتمكن من التواصل معنا عبر الهاتف. طيب شيخ، لو تكلمنا عن مفسدات الصيام. مفسدة الصيام، ذكر العلماء أن مفسدة الصيام المعروفة والمشهورة ثمانية: الأكل والشرب وما بمعناهما، ما بمعنى الأكل والشرب، الأشياء المغذية كالإبر ونحو ذلك، وأيضا الجماع، والقي المتعمد، والحجامة، والحيض، والنفاس، وبقي ثامن يعني ذهب عن ذهني الآن لا أذكره. فهذه الأشياء هي المفطرات، فإذا عملها الإنسان فإنه يفطر بسببها، إذا عملها متعمدا ما عدا الحيض والنفاس فإن الإنسان يفطر، في المرأة تفطر بها متعمدة أو غير متعمدة، الحجامة يفطر فيها الإنسان متعمد أو غير متعمد. هذه الأشياء الثمانية، أنا نسيت الثامن الآن، إن كنت تعرفه فذكرنا جزاك الله خير. فهذه الأشياء الثمانية هي اللي تفطر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. معي الأخت أمل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا أخت أمل، سؤالك. لو سمحت يا شيخ، البخور يفطر؟ السؤال الثاني. طيب ما سمعت إجابة الشيخ قبل شوي. ها لا، أنا ما سألت، أنا ما سمعته. طيب الإعادة إن شاء الله الساعة 3 الفجر، لعلك تسمعي الإجابة. الشيخ أجاب على البخور. السؤال الآخر. السؤال الآخر، صلاة الفجر إذا فاتت علينا صيامنا جاي؟ سؤال آخر. شكرا. طيب معي اتصال. السلام عليكم. معي صقر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا صقر، تفضل. كيف حالك؟ سلامة. أهلا وسهلا. عندي طال عمرك أخوي مطلق، نعم، مطلق زوجته وعندها ولدين. طيب سؤالك. سؤالي، هل بغيت الشيخ عشان يفتيه؟ هو بيسأله بس ما عندي أفهم. ايش السؤال؟ طيب وش السؤال يا صقر؟ هل هو ترجع له زوجته ولا هو مطلقها بالثلاث؟ طبعا هذا يسأل عن أخوه الشيخ. يعني اللي خل أخوك يتصل، الله يحفظك. طيب صقر الشيخ يقول خل أخوك اللي يتصل ونسمع معه. طيب شكرا لك يا صقر، بارك الله فيك. طيب يقول، طبعا رجوع سؤال الأخت أمل وهو سؤال هام للشيخ. صلاة الفجر كثير من الناس قلة الحمد لله يتسحر ثم ينام عن صلاة الفجر. تقول الأخت، صلاة الفجر إذا نمت عنها هل يصح صومي أو لا؟ صومها صحيح نعم. إذا نامت، سواء يعني تكرر هذا أو ما تكرر هذا، المهم أن يكون نومها مع الاحتراز والحرص على أن تقوم وتؤدي الصلاة. أما أن تنام وتضع المنبه مثلا على الدوام أو نحو ذلك، أو على وقت عمل إفطار وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه لا يجوز. بل إن ابن باز رحمه الله تعالى له فتوى، والفتوى هذه انتشرت ووضعت في المساجد، بأن من ضبط منبهه على الدوام وأخر صلاة الفجر حتى وقت الدوام، ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن هذا كافر، يرى أن هذا كافر خارج من الملة. فإذا كانت الأخت تقول بأنها تنام أحيانا أو تنام قبل الفجر أحيانا ثم تتأخر عن صلاة الفجر دون قصد منها ومع احترازها، فنقول إن شاء الله أنه ليس عليها شيء، ولكن يجب على المسلم أن يحترز وأن يحتاط لدينه جل وعلا، لدين الله جل وعلا، فيجعل هناك منبهات أو يوصي من يوقظه ممن لم ينم إلى أذان الفجر، والله تعالى. ولكن صيامها صحيح. بارك الله فيك وأسأل الله أن ينفع بعلمك. طيب معي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ حياك الله يا محمد، تفضل سؤالك. جاب الله ك أبو طلع فك حصارته، نعم، وواحد من ورثة ما هو بسعودي كردي، طيب، وعيا ما قال لا تبي تصير فك حصارته. شو يقول؟ عيا إيش؟ عيا قال تجيب لي سيرة بفك الورقة. ما فهم، ترى ما فهمنا والله آخر كلامك يا محمد. ها؟ آخر كلامك وشو؟ تقول رفض إيش؟ رفض إنه يدخل في رفض يطلع لها اسم في حساب الورقة. يعني متنازل بالورث لهم يعني؟ متنازل، هو متنازل من كل شيء، بس يقول أجيب لي سيرة في حساب الورقة، يقول ما أبغي، هو خليجي وخايف على أمواله. يقول أنا متنازل بس لا تجيبوا لي اسمي ولا تجيبوا لي طاري. ها؟
يعني هو متنازل بس انهم ما يجيبون اسمه ولا له اي طاري في صك حصر الورقه. ايوه. طيب شكرا لك يا محمد، واضح. طيب شيخنا، كيف نجمع بين حديث افطر الحاجم والمحجوم وحديث احتجم وهو صائم؟ ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم، وايضا ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن هذان الحديثان فيهما تعارض، وتعارضهما واضح جدا. نقول كيف نجمع بين هذين الحديثين المتعارضين. أولا، لا بد إذا أردنا أن نجمع نعرف هل ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هل هو قبل تحريم الحجامة وقبل ورود حديث فأفطر الحاجم المحجوم؟ هذه قبلها، هذه مهمة جدا. نحن لا نعلم هل الحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هل هو الأول أم أفطر الحاجم المحجوم هو الأول. وبهذا الحال نقول بأن الأصل عندنا أن الحجامة لا تفطر، هذه الأصل، أليس كذلك؟ أن الحجامة لا تفطر. ثم ورد ما ينقل عن الأصل، وهو الحديث هذا اللي هو أفطر الحاجم المحجوم، ورد ما ينقل عن الأصل، فنحن نتمسك ما ينقل عن الأصل وندع ما لا ينقل عن الأصل، لأنه قد نقول قد يكون هذا الحديث قبل الحجامة، فنتمسك بما ينقل عن الأصل. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا نعلم نحن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هل هو في صيام تطوع أم في صيام فرض؟ فإذا كان في صيام فرض فإنه لا شك أنه لا يجوز أن يحتجم وهو صائم، وإذا كان في صيام تطوع فله الحق بأن يكمل صيامه أو لا يكمل الصيام، له الحق أن يكمل الصيام أو لا يكمل الصيام، فنحن لا نعلم هل هو صيام تطوع أم صيام فرض. وإذا تردد عندنا ذلك فنحن لازلنا نتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم. الأمر الثالث، لا نعلم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم لمرض أم احتجم لغير مرض فقط، لفائدة الحجامة، فأيضا نحن لا نعلم هنا. وثم إذا علمنا هذا، يعني إذا علمنا هذا فنعلم نحن إذا كان فرض، فرسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم لمرض فإنه بالتأكيد أن يكون يقضي هذا بعد رمضان، وبذلك بهذه الأشياء يعني تنجلي عنا الغمة في هذا التعارض، ونعلم كيف نخرج من هذا التعارض الموجود في حديث أفطر الحاجم والمحجوم وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ألخصها مرة ثانية بأننا لا نعلم أيهما الأول، احتجام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لا نعلم هل صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صيام تطوع أم صيام فرض. الأمر الثالث، أننا لا نعلم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم لضرورة أم لغير ضرورة، فإن كان ضرورة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قضى بعد رمضان، وبهذا يتضح كيف الجمع بهذه الحديثين، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وصافى بعلمك. الأخ محمد كان يسأل يقول أن هناك صك حصر ورثة، وأن أحد الورثة غير سعودي، يقول أنه قال أنه متنازل عن كل شيء بس بشرط أنهم لا يذكروا اسمه نهائيا. هذا المسألة عند القاضي، فأنا أتمنى أن يبين هذا للقاضي، ويقال للقاضي بأن فلان متنازل عن كل شيء ولا يريد شيء، فالقاضي إن أراد كتابة هذا إثبات هذا من الورثة فهو محق، وإن لم يريد فالأمر يرجع إليه، فالأمر يرجع للقاضي وليس عندي أنا. نعم، بارك الله فيك. معي ناصر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ناصر، تفضل. كيف حالك؟ الله يجزاك خير. أهلا وسهلا. أبي أسأل الشيخ أسمح. سمي ناصر سؤالك. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، أهلا وسهلا. شلونك؟ طيبين. الله يبارك. تفضل يا ناصر، سؤالك يوافقنا وياك، تفضل. الشيخ، أنا اعتمرت في مكة عمرة ولا كملت السعي، صار عندي ظروف وما ظروف كذا، طلعت من السعي، هل أعيدها ولا خلاص كملت؟ قبل كم يا ناصر؟ والله قبل يمكن 10 سنوات. ولا أتيت بعمرة بعدها؟ السعي بين الصفا والمروة ما كملتها، ما هي 7 أشواط. طيب 5. ما أتيت بعمرة طيب بعدها؟ لا والله ما أديت. هل أنت مشترط ولا ما اشترطت؟ كم؟ هل أنت مشترط ولا لا؟ كيف مشترط؟
يعني مش شرط انه اذا حبسك حابس. ايه كان معي شغاله برا مخليها خدامه بس برا الشيخ، الحرم. بس الشيخ يسأل ناصر يقول: هل قلت لما دخلت في التلبية فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، ولا ما قلتها؟ لا والله يا شيخ ما قلت، ما قلتها. طيب تسمع إجابة الشيخ. شكرا لك يا ناصر. طيب معي مع عبد الله، السلام عليكم. طيب قطع اتصال مع عبد الله. طيب شيخ لعن جيب على سؤال الأخ ناصر في موضوع العمرة. في موضوع العمرة نعم. ما أحب أن أجيبه على هذا السؤال، لكني أتمنى أنه إذا ذهب إلى أراد أن يذهب إلى مكة بأن يعرض نفس سؤاله هذا على المشايخ اللي في الميقات، فقد يعيد يلزمه بيعة العمرة. أنا ما أريد أن أجيبه على سؤال. طيب بارك الله فيك. الأخ أحد أخوي يسأل عن القيء، هل يفطر أم لا؟ القيء احنا ذكرناه من الثمانية إلى السبعة قبل شيء ولا لا؟ يمكن أنا ناسي القيمة، ما أدري ذكرته ولا لا. ما أدري والله صراحة. إي نعم. أنسى بسرعة. إي نعم، فعلى كل حال القي على نوعين، إما أن يكون الإنسان هو الذي يستدعي القي بحيث أنه إما أن يضع في فمه شيء أو يأكل شيئاً أو يشم رائحة تقلب المعدة ثم يتقيا، فإن كان بفعله فهو يفطر. فإن كان بفعله فهو يفطر، وإذا كان ليس بفعله فلا يفطر، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه شيء، ومن ذرعه القي فليس عليه شيء، والله تعالى. بارك الله فيك. مع اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخت حليمة. شيخ أنا توجه نصيحة لأخواني لأنهم متابعين يأخروا الصلاة وبعضهم ما يصلوا. نصيحة لمن؟ لإخواني بعضهم يصلوا بعضهم يأخر الصلاة، وبعضهم يعني أحيانا يصلوا بعضهم لا، وأبوي كمان زي كذا. طيب أحيانا يصلون وأحيانا ما يصلون وأحيانا يأخروا الصلاة. أيوه ما يصلونها تماما حتى بعد خروج الوقت. أيوه ما يصلوا، عندي إخوان كبار ما يصلوا أبدا، أما إخوان صغار بعضهم يصلوا بعضهم يأخروا الصلاة خاصة مع كأس العالم مرة متشغلين. طيب أخت حليمة متعمدين ذلك هم يعني عدم إقامة الصلاة؟ عشان أنصحهم نقول روحوا صلوا الزكية، يعني قلت ما نصلي لك نصلي لربنا كذا. طيب ليش يأخرون الصلاة؟ يناموا، ما يناموا إلا الساعة 7 طيب 6 طيب. ويأخروا صلاة طيب. الظهر والعصر. طيب شكرا، شكرا أخت حليمة، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب شيخ عنا نوجه النصيحة لجميع من يشاهدنا الآن في من يؤخر الصلاة عن وقتها ويتعمد، خاصة مع مباريات كأس العالم. شيخ نسأل الله السلامة والعافية، نرى أضيعت الصلوات بشكل عجيب وغريب، فلعل نصيحة خاصة لهذه الأخت ونصيحة لعامة المسلمين الذين يشاهدون الآن شيخنا. الله المستعان، الله المستعان. الجميع يعلم بأن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وكذلك أهميتها وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء بأن الصلاة من تركها فهو كافر خارج من الملة، وإن كان هناك خلاف، لكن الصحيح والأسعد بالأدلة هم الذين يرون أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة، لأحاديث وأدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين وحديث آخر: بين المرء والكفر ترك الصلاة، والله جل وعلا يقول: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي آية أخرى قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء، هذا وهو قاتل، يعني فلان يجني على فلان فيقتله يزهق نفسه تماما يموت، هذا القتل لم ينزع الأخوة بين القاتل والمقتول، بين الجاني والمجني عليه، وهو قتل إزهاق نفس، ومع ذلك لم ينزع الأخوة، لا زالت الأخوة باقية. لماذا؟ لأن الإسلام باقي، لا زالت الأخوة باقية لأن الإسلام باقي. ونحن نعلم بشاعة القتل، بشاعة قتل إنسان وإتلاف نفس إنسان وإهلاك إنسان، لا نعلم أنها بشعة جدا. فلو نظرنا الآن إلى رؤية المجتمع مثلا، ينظر إلى مسألة قتل الإنسان على أنها أبشع من ترك الصلاة، مع أني مثل ما قلت لك الآن في قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء وهو قاتله، إلا أنه سمي أخ له، فالأخوة لم تلتغي ولم تنتزع بين الأخوين الجاني والمجني عليه بالقتل.
وأما في الإسلام فقول الله جل وعلا فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى هذا أنهم إن تركوا الصلاة فشرط الأخوة في الدين منتفي، ولذلك ليس هناك أخوة. فالأسعد بالأدلة عند العلماء الذين قالوا بأن تارك الصلاة كافر خارج من الإسلام. بعض العلماء يقول إذا صلى مرة واحدة في العمر فقد حقق الشرط في الصلاة وصلى في عمره مرة واحدة وبهذا يكون من المسلمين، وهذا غير صحيح. فالصلاة لابد أن تكون ملازمة للإنسان حتى موته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلابد تكون متلازمة مع الإنسان حتى موته. فهنا نقول من ترك الصلاة، بل بعض العلماء يقول إذا ترك وقتا واحدا عمدا فإنه يكفر ويخرج من الملة، ويا ليته إذا كفر ينحصر الأمر في 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 نفسه هو. لو كان الأمر كذلك لكان هين، وما هو بهين ورب الكعبة. ولكن يكون هناك مشكلات أخرى، أولا أن زوجته ينفسخ النكاح الذي بينه وبينها، ولا يجوز له أن يعاشرها، ولا يجوز لها أيضا هي أن تبقى معه، وإذا مات فإنه لا يصلى عليه، ولا يكفن، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وكذلك أيضا إذا كفر فإنه لا يجوز أن يلي نكاح أي من مولياته، أي إذا كان عنده بنات أو أخوات أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يلي نكاحهن، لأن هناك اختلاف في الدين. هذا إنسان كافر خارج من الملة، وهذه إنسانة مؤمنة تقية تخاف الله جل وعلا، فإذا ليس له عليها ولاية، ليس للكافرين على المسلمين سبيلا أبدا، فليس له ولاية عليها. فهنا نقول لا يجوز له أن يلي ولايتها. نقول لكل من ترك الصلاة عليك أن تتقي الله جل وعلا، فإنك على خطر عظيم إن مت وأنت على هذه الحالة كما قال العلماء في كفره. أما من كان يؤخر الصلاة فإننا نقول إن من أخر الصلاة عمدا فإنه يخشى عليه أن يأتي به الزمان إلى أن يترك هذه الصلاة بالكلية، لأنه كلما أخر الصلاة مرة ومرتين وثلاث استمرأ هذه المسألة، ثم بدأ يسوف، ثم بدأ يترك الصلاة تماما، ثم بدأ لا يصلي عمدا، يمر بالمساجد ولا يصلي. قبل أيام أرى أشخاص أمام المسجد والناس يصلون، وأقول لهم أدخل صلي، يقول أنا سأدخل الآن، وهو ولم يدخل ولم أره في المسجد. يعني هذا يترك الصلاة عمدا. فابن باز رحمه الله تعالى يقول كما ذكرت قبل قليل بأن من ركب المنبه وضبط المنبه على الدوام الساعة 7 صباحا ولم يضبطها على الصلاة، ثم إذا قام الساعة 7 صلاها فإنه لا صلاة له، وهو كافر خارج من الملة. لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فالله جل وعلا جعل لها وقت. لا يجوز لك أن تصلي هذه الصلاة قبل وقتها، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة هذه عن وقتها إلا بعذر شرعي معروف من الدين. أما أن نؤخرها من أجل أن نلعب الكرة أو أن ننام أو نتسلى أو نتابع مسلسلات ونحو ذلك فهذا لا يجوز. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، فصلاتنا هي ركن من أركان الإسلام. إن صلحت الصلاة صلح ما بعدها بإذن الله جل وعلا، وإن فسدت الصلاة فسد ما بعدها والعياذ بالله. والله تعالى أعلم. والله بارك الله فيك. معي الأخت نورة على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخت نورة. الله يجزاك خير بارك الشيخ. تفضل يسمعك الشيخ. يا شيخ الله يعافيك، بنتي عندها سكر. نعم. وأحيانا ينخفض معها السكر وتفطر. هل يعني بعد رمضان يجب عليها الإعادة مع كفارة؟ تسألين هل بعد رمضان عليها قضاء وكفارة أو قضاء فقط؟ نعم. هل تفطر إذا انخفض السكر؟ يا أم أخت نورة. نعم. فطرها يكون إذا انخفض السكر عندها. أي نعم. طيب شكرا لك يا أخت نورة. أيضا يا شيخ لو سمحت. تفضلي. هل تحليل السكر يفطر ولا لا؟ تحليل السكر. أي نعم. طيب شكرا لك. معي أم مسعود. طيب نجيب على سؤال الأخت نورة. سؤالين، سؤال الأول تسللتها إذا سكر ينخفض السكر، تقول ثم تفطر، هل عليها بعد رمضان يا شيخ قضاء فقط أو قضاء وكفارة؟ لا، إذا أفطرت لضرورة كان عليها ضرر في انخفض السكر ثم أفطرت للضرر فإنها ليس عليها شيء، إنما تقضي الأيام التي أفطرت فيها، وأما الكفارة فليس عليها كفارة. والله تعالى أعلم. لا كفارة عليها؟ ما عليها كفارة. لا.
ممتاز. سؤال آخر، تسأل عن تحليل السكر للصائم. لا يفطر، لا يفطر، والأولى أن يؤجل إذا كان تأجيله ليس فيه ضرر، أن يؤجل إلى بعد الإفطار. نعم. وأما التحليل فلا يفطر. نعم، بارك الله فيك. لو تكلمنا عن تذوق الطعام للصائم، خاصة يسأل عن الشيخ عند الطعام، بعضهم تذوق الطعام حتى لا تقع في إشكال بعض الرجال وبعض السباب والشتام، فهل يصح صيامها إذا تذوقت الطعام أم لا؟ نعم، ما دمت ذكرت مسألة السباب والشتام، ينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في أهله، وأن يتقي الله في زوجته، وأن يتقي الله حتى في بناته. يعني بعض الآباء هداهم الله يجعل أهل بيته في حالة استنفار من دخول رمضان حتى ينتهي رمضان، فإذا انتهى رمضان وجدت النساء في البيوت تتنفس الصعداء. يعني نحن في أيام صيام وأيام عبادة، يعني حتى أن الأطعمة التي توضع على السفر الآن لا تؤكل حقيقة. يعني وسبحان الله، الإنسان إذا صام هذه الساعات من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، فإن معدته لا تتقبل الأكل الكثير. فأنا أقول عليكم بأن تقوى الله جل وعلا، وهذا الشهر هو شهر صيام وشهر عبادة، علينا أن نترك لنسائنا مجال بأن تتعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تأخذ راحتها في هذا الشهر الكريم، وأن تقرأ كتاب الله جل وعلا، وأن تجعل وقتها أغلبه في عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس أغلب الوقت منذ صلاة الظهر وحتى صلاة المغرب وهي تعمل على الطبخ وفي هذا المطبخ، وتحاول أن تزين وجبتها ونحو ذلك من أجل أن لا يغضب الزوج، أو أقل الأحوال من أجل أن لا تسمع كلمة سيئة من ذلك الزوج صاحب اللسان البذيء. يعني عليك أن تتقي الله، يعني زوجتك حتى ولو كانت والله خادمة، يعني فضلا عن كونها زوجة، حتى لو كانت خادمة من أي بلد كانت، حتى ولو كانت غير مسلمة، يعني يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا تحمل المرأة ما لا تطيق، أو أن تؤذيها في في في, في هذا الشهر الكريم. اتقي الله سبحانه وتعالى، وأنت يكفيك من إفطارك القليل القليل. صحيح. وسيكون هذا الإفطار هو أيضا صحة لك وصحة لجسدك، وأيضا هو فيه تقوى لله جل وعلا. فما ملأ الإنسان وعاء شرا من بطنه، فلا تملأ بطنك من الوعاء من هذا الطعام ثم تعجز أيضا حتى عن العبادة، ما تصلي، لا تذهب لصلاة المغرب ولصلاة العشاء وللتراويح، فضلا عن كونك تؤذي أهل بيتك في الإكثار من مسألة الطعام وإعداد الطعام والوجبات. فعليك أن تتقي الله. أما ما يتعلق في تذوق الطعام، نعم، فتذوق الطعام لا بأس به إذا كانت المرأة تتذوق في طرف لسانها ثم تمج هذا الطعام، بأن لا تبتلعه وإنما تتذوق ثم تمجه، فإذا مجته فلا بأس بذلك. وأما إذا تذوقت ثم ابتلعت، فإن هذا قد بعض النساء تتهاون في هذه النقطة من الطعام ونحو ذلك ثم تبلعها، لا تؤثر، ولكن إذا بلعت عمدا فإن هذا يفطر، فعليك أن تمجينها، وليس عليك شيء بإذن الحي قيم الله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا. أستاذك في آخر اتصال معي في الحلقة، معي أم مسعود، السلام عليكم. مرحبا. أتفضل يا أختي. يا أهلا وسهلا. طيب أول عمرك لو سمحت. تفضل يا سؤالي. مرحبا مرحبا. لو سمحت أنا أخذت في عمره وتوني في الشوط أسحى، وفي الشوط الأخير، في الشوط الأخير طلع مني هواء في السحي. طيب تسأل عن صحة أكملتي؟ طيب آخر السعي. طيب كملتي الشوط الباقي؟ أي كملت آخر السعي، آخر شوط السعي في آخر الشوط كملت. أختي الطواف ولا السعي؟ السعي بين الصفا والمروة. أي. طيب شكرا لك، تسمع إجابة الشيخ. طيب معي أم عبد الله، عفوا معي عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. جزاكم الله خير يا شيخ، مسيت بالنور، تفضل سؤالك يا عبد الله. عندي سؤالين للشيخ. اول واحد، انا صاحب المدير واخر الصلاه على اساس افر مودي مشوار حرمه ولا معي ولا وتخفوت الصلاه، يعني ما كان البس. هذا سؤال واحد. السؤال الثاني، السؤال الثاني ودي انا ثقيل شوي، اصلي عليك كرسي لاني يا الله احرج اقوم اصلي عليك كرسي ما ادري علي شيء. طيب طيب شكرا لك، تسمع إجابة الشيخ. شكرا لك يا عبد الله. طيب شيخنا الأخت أم مسعود تسأل، تقول خالت عمرها لكن خرج منها هواء في الشوط الأخير، تقول وصلت حتى أنهيت، هل يعتبر سعيها صحيح الآن وعمرتها أم لا؟ نعم، الطهارة واجبة في الطواف، كما ورد في حديث أن الطواف صلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام. الطهارة تجب في الطواف، أما السعي فلا تجب فيه الطهارة ولا بأس، وسعيها صحيح ولا وحتى لو تعمدت هذا الأمر
فليس فيه بأس بإذن الله، والله تعالى أعلم. الحمد لله، بارك الله فيك شيخنا. آخر متصل لك عبد الله، سأل سؤالين. السؤال الأول، أن صاحب المزير وأحيانا يقوم بتأخير الصلاة لأن مع بعض الزبائن من النساء وغيره، يقوم بإيصالهم ثم بعد ذلك يصلي. لا يجوز، فإذا إذا إذا أتى وقت الصلاة فيجب عليك أن تقف عند أقرب مسجد لك فتصلي مع الجماعة ثم تواصل في مشوارك. ومن كان لا يريدك إذا توقفت إلى الصلاة فأنت أيضا لا تريد المال الذي يعطيك إياه. إذا كان لا يريدك إذا توقفت عن من أجل الصلاة فأيضا المال الذي يعطيك إياه لا بركة فيه، وأنت إن شاء الله ستعوض ما ترك لله شيئا لله جل وعلا، عوضه الله جل وعلا بخير منه. فأنت توقف عند أي أول مسجد يليك وصل الصلاة التي في وقتها مع الجماعة وأنت على خير بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيك الأخ عبد الله. كذلك سؤال الآخر، يسأل أنه رجل ثقيل يصلي على كرسي، إذا كان لا يستطيع القيام، القيام شرط من شروط الصلاة، فإذا كان لا يستطيع القيام فلا بأس عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ. لعل نختم حلقتنا بدعاء للمسلمين عامة، نختم بهذه الحلقة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فنقول بدعائنا ولعلك تؤمن ولعل المشاهد أيضا يؤمن. اللهم نقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم فوق أرض فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وعلى أعدائهم سيفا شهيرا يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في الأحواز، وانصر إخواننا في بورما، وانصر إخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم ومكن لهم ومكنهم يا حي يا قيوم. اللهم وحد كلمتهم ووحد رميهم وسدد رأيهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا بطاغية سوريا وطاغية العراق وطاغية بورما وطاغية الأرض المحتلة، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزق هم شر ممزق. اللهم أرنا بكل طاغية يريد الإساءة للإسلام والمسلمين من قريب أو بعيد، في كثير أو قليل، اللهم أرنا به عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، اللهم اجعله شذر مذر، اللهم لا تبقي منه ولا من أعوانه ولا من أنصاره كل أثر يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمننا وإيماننا وأراد نساءنا وشبابنا بابنا وأراد فكرنا ولا تأمرنا بسوء، اللهم فشل أركانه وأخرس لسانه وعطل سمعه وأعمي بصره وافضحه في قعر داره يا حي يا قيوم. اللهم وانصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احمهم واحفظهم وسددهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظهم من كيد الكائدين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين. اللهم أرنا باليهود الغاصبين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرة. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى صلاة طيبة مباركة قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم اجعل ولايتنا في من حكم فينا كتابك وسنة نبيك على الوجه الذي يرضيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أبناء المسلمين عامة، اللهم أصلح أبناء المسلمين عامة وأصلح أزواجهم يا حي يا قيوم، وارزقهم حلالا طيبا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وتقال فيه كلمة الحق
الحق لا يخشى فيها لا يخشى قائلها في الله لومة لائم يا حي يا قيوم. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم سددهم ووفقهم ويسر أمرهم وبصرهم في أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم واحفظهم من كيد الكائدين وشر الأشرار أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ووالدينا ووالد والدينا والمسلمين أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وسأل الله أن يستجيب دعائكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. آمين رب العالمين. مشاهدي الكرام، ها نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. الشكر فيها موصول لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل عصر يوم غد، لذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما